زي ما توقعت. طول عمري بحلم اقف على المسرح ده وسط الناس الحلوة دي. فعلا 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 احلى جمهور في العالم. قالوا عني كلام انا نفسي مش مصدقه. قال بيقول لك ايه؟ بيقول لك في المرأة التونسية، دي المرأة التونسية دي احلى حاجة في الكون. أنا مش هقول، أنا كتبت حاجة أنا اللي كتبتها من قلبي من قلبي. برضو ايه اليوم الحلو ده؟ ياه الناس الحلوه دي.